ضحايا بكين. أسقط اتفاق بكين السعودي الإيراني التكاذب الوطني في ادعاء رفض تدخل الخارج في عملية انتخاب رئيس الجمهورية. يستوي في ذلك معسكر حزب الله وخصومه، وكل ما قيل وما سيقال في لبنانة الاستحقاق ليس صحيحا لا جملة ولا تفصيلا. كذلك يسجل الاتفاق أنه عر كذبة المتفاخرين بأن لبنان هو البلد العربي الوحيد الذي يمارس شعبه حقه في الانتخاب، وأنه الوحيد بين دول العرب الذي يعرف الديمقراطية على كل المستويات. فالكذبة المسماة الديمقراطية على الطريقة اللبنانية هي فن لبناني في مسخ الدستور وتأويله على ما يشتهي الأقوى والأكثر تجرؤا على سلطة الدولة. وما الجلسات الكسيحة لانتخاب رئيس منذ نحو 200 يوم إلا صورة فجة للتواطؤ ضد انتظام الحياة العامة، وبدل تحويل نقاشات السياسيين إلى استشراف المستقبل. نراهم يبرعون في الأكاذيب والترويج لارتهاناتهم باكتشافهم فجأة أن هذا العالم تحكمه المصالح للقيم والمبادئ والثوابت، ويستنتجون تاليا أن ترشيح شخصية ذات خلفية اقتصادية لرئاسة الجمهورية سيؤدي إلى تفاهم صندوق النقد الدولي لمصلحة السياسات التي رسمها النافذون الاستكباريون للعالم من خلال هذه المؤسسات الدولية. ربما صاحب هذا التحليل الاقتصادي وهو النائب محمد رعد على حق، لكنه يتجاهل أن لبنان لم يكن في أسفل السافلين اقتصادا وماليا لولا تنكيلات حزبه وشريكه ببنى الدولة وتسفيه القوانين ووضع اليد على المؤسسات العامة والخاصة المنتجة وتقديم الجاهلين قبل الأكفاء وتحويلها إلى ما يشبه تكايا السلطان زمن العثمانيين. اليوم وتبعا للتفاؤل ببيان بكين والاتفاقات التفصيلية عقبه، سيكون السؤال اللبناني الأول كيف سينصاع الحزب للمستجدات داخليا بعد البيان اليمني المشترك، وهل ستظل عضلاته معلقة على شاشة الشرق الأوسط أم يترجم اتفاق قواعد الاشتباك مع العدو الإسرائيلي إلى العربية ويفهمه الجميع ويعرف ما لم يعرف من الترسيم البحري على الأقل لفهم حقيقة القصف من الجنوب اللبناني، ولماذا استهدفت مناطق سقوط النيران دون غيرها، وكاد الرد عليها أن يكون ورود محبة وبردا وسلاما، فلا نتنياهو يريد الحرب ولا أمين عام الحزب وفوقه إيران. هل نعيش سلما بغلاف حرب أم حربا بقشرة سلم؟